نهار اسود، علبة الصيغة راحت فين؟ الصيغة بتاعتي راحت فين؟ يا بابا يا تيمون يا بومبا، الحقني يا بومبا، الصيغة بتاعتي مش لاقياها يا بومبا. 63 ايه ده؟ اتلخبط وعيب من الاول. انا وقفت عند كام؟ 63. 63 ايه ده؟ ايه؟ انت الفلوس دي جبتها منين؟ راجل اداهم لي. راجل؟ يكونش جورج قرديحي اداهم لك في برنامج من سيربح المليون؟ هو اسمه جورج بس الجواهرجي مش قرداحي. جواهرجي؟ يا كوتشي اللي في دماغك طلع صح يا بومبا؟ يا بنت اللعيبه صح، اللي في دماغك طلع صح. يا نهار اسود، انت سرقت الصيغه بتاعتي ورحت تبيعها عشان تاخد فلوس؟ ايه يا تونه؟ ايه يا تونه؟ هو انا لما اخد ذهب مراتي ابيعه واخد فلوس يبقى انا كاسم سرقت؟ امال اسمها ايه؟ اختلست، انا اختلست الخواتم. خالتك اسمها هاتم. لا طب وانا ايه اللي يجبرني على قله القيمه دي؟ انا امشي. خد يلا تعالى. انت ايه؟ انت مفيش حد قادر عليك؟ يعني انت بعت الشبكه اللي انت جبتها لي وشبكه خطيب الاولاني وشبكه خطيب اللي مات؟ لو سمحت ما اسمعش سيره الناس دي في بيتي. الله. لا يا عمر، مش هم دول اللي انت بتقول اكلمهم لك لما اكون محتاج فلوس؟ لما اكون محتاج فلوس. لكن الحمد لله ربنا سترها دلوقتي، يبقى ما اسمعش سيرتهم خالص.